الدوليين كانوا ضمن المنتخب المالي في البطولة الإفريقية الأخيرة بتونس. إذن مع تشكيلة الفريقين، فريق الضيف الملعب المالي، مقابلة الذهاب تجري اليوم بقاعة حرشة، ومقابلة العودة ستجري يوم 10 ديسمبر بباماكو. بوبكار تحت السلة وتعود الكرة لصالح فريق مولودية الجزائر. فايد بلال، فايد بلال سجل النقطة 13، ودائما الحراسة عليه من مامادو مالكي. مالكي سجل بكل سهولة. شوف الطريقة الخاصة بهذا اللاعب، الدخول من الجهة اليسرى والتسجيل بكل سهولة. الجزائر تبقى النتيجة 18-6. فايد بلال محاولة ثلاث نقاط ناجحة. محاولات لحد الآن لفريق مولودية الجزائر بثلاث نقاط ناجحة، وخاصة من الاختصاصيين سواء مالكي أو فايد بلال، معروفين بالمحاولات بثلاث نقاط. فايد بلال، المهناوي سمير، المهناوي سمير بكل سهولة. 25-8، موفقة لفريق المولودية. مالكي إلى فايد ثم المهناوي سمير. سماش للمهلاوي سمير، كنا تمنيناه في حصة أرقام وتعاليق. كذلك سليماني مراد، كرة بين اثنين ولصالح الفريق، فريق ملعب المالي، فيه دخول من مامادو. حقيقة صراع كبير تحت السلة. وفايد بلال، فايد المهلاوي سمير بكل سهولة. كنا ننتظر السماش، لكن المهلاوي سمير سجل هذا المحاولة بكل هدوء. سليماني ثم مالكي، ومحاولة بثلاث نقاط ناجح. المحاولة الرابعة، راح يعود سليماني مراد ويعوض زين دريس. سليماني مراد إلى مالكي، مالكي إلى سليماني، ثم فايد بلال وينجح في هذه المحاولة. فايد بلال 83-57. أخيرا سليماني مراد حذاري من الإكثار من المراوغات والمحاورة بالكرة، والحراسة عليه من مامادو ديالا. سليماني إلى مالكي، فايد بلال ينجح. فايد بلال بكل سهولة. شوف كل لاعب من المنتخب من فريق مولودية الجزائر له طريقته الخاصة. فايد بلال نشوف الدخول على الجهة اليمنى، وكذلك المحاولات بثلاث نقاط تنجح فيها. زين دريس إلى المهناوي سمير، إلى فايد بلال، وسجل هذه النقطة 93-62. 93-62 وهي النتيجة النهائية للمقابلة، مقابلة الذهاب من الدور النصف النهائي قبل مقابلة العودة يوم 10 ديسمبر بباماكو.